السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة باور تيك. رجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، ودعمنا بلايك لنستمر بالإبداع. نجي نشرح برنامج زوم. أول ما نفتح برنامج زوم راح تطلع لنا هذه الواجهة. إذا كنت طالب أو كنت متدرب وعندك الاي دي مال الأستاذ، وسوي جوين الميتينج من هنا، وتدخل الاي دي والاسم مالتك، تدخل الاي دي المعطيك اياه الاستاذ، هذا الاي دي، او هناك رابط نفس الشيء، وتكتب اسمك الحقيقي هنا، تاشر هذا الاشاره انه بالمستقبل من تدخل بنفس الاي دي. هنا تغلق، هذا كلش مهم بالنسبه للطالب، تغلق الصوت وتغلق الفيديو اثناء دخولك المحاضره وتسوي جوين. نجي اذا كنت استاذ وتريد تسوي صف و تسوي ميتينج او تسوي محاضره مع الطلاب، راح تسوي ساين ان. اذا كنت مسجل عندك ايميل والباسورد تدخل عن طريقهم، واذا كان عندك حساب جيميل ممكن تدخل عن طريق الجيميل. احنا راح ندخل عن طريق الجيميل، تختار الحساب اللي انت تريده، بهذا الشكل تطلع عندنا. اهم شيء هذه الواجهه، تطلع عندنا هاي الواجهه الرئيسيه. الواجهه الرئيسيه بها عده خيارات. اول شيء نيو ميتنج، اذا عندك كان لقاء عابر ممكن تسوي نيو ميتنج. اذا كان عندك ايضا انت كاستاذ وعندك يصير عندك تتصل مع احد، تسوي جوين هنايا نفس الطريقه اللي احنا سويناها بالبدايه مع الطالب بهذا الشكل. لاحظ ايضا اذا كان عندك اي دي وتدخل. احنا اللي يهمنا هنايا هو السكجول، راح ندخل هنا ننشئ صف او ننشئ غرفه، وهذه الغرفه يكون الثابت الاي دي مالتها، بحيث احنا ننطي للشخص اللي نريد ندربه او الطالب اللي نريد ندرسه. هنا نكتب اسم الغرفه اللي نريدها او اسم الصف، الفتره مالتها من اللي وين بالوقت والتاريخ، تبدي شو وقت تبدي هذه، طبعا شو وقت تبدي هذه الجلسه، ايش قد عندك الوقت مالتها، ساعة ونص بهذا الشكل. تختار، جدا مهمة تختار المنطقة، حتى يصير عندك ممكن انت تعطي محاضرة خارج البلد مالتك فيكون هناك فرق بالوقت، فتختار المنطقة. نختار المنطقة، الزمن بالنسبة للمنطقة هنا. طبعا اذا كان عندك العدد اقل من 3 فراح يعطيك 40 دقيقة، واذا كان اكثر من 3 لازم تغلق البرنامج وترجع مرة ثانية، أو أنه تدفع فلوس تشترك حتى تسجل أكثر من 40 دقيقة. هنا راح يولد لك الاي دي مالتك أوتوماتيك، أو تستخدم الاي دي الشخصي مالتك مال الجسم. أنا يفضل أنه نسوي واحد خاص لهذا الصف. هذا الصف بالإضافة للاي دي ممكن تخلي باسورد، يعني دخول بالإضافة إلى دخول الاي دي تخلي باسورد وترسله، هو يعطيك باسورد مباشرة، تجي تشيل هذا، ما نريد احنا باسورد. هنا بالنسبة للفيديو، الفيديو مالتك بالنسبة كأستاذ تريد تخلي اون وتريد تخلي اوف، احنا نخلي اوف بعدين اذا نحتاج. والطلاب اللي عندك يكون يدخلون بالاوف. بالنسبة للصوت، هل يستخدم الموبايل او يستخدم الكمبيوتر او اثنيناتهم؟ لا، احنا نستخدم اثنيناتهم. هنا كالندر تقويم، احنا نستخدم الاذر كالندر. هناك اختيارات او خيارات اخرى، هنا ايضا يعطيك تأشر انه تنتظر الغرفة، او انه تقدر الطلبة يدخلون، الطلبة يقدرون يدخلون قبل الاستاذ. الميكروفونات كلها مغلقة، التسجيل يكون اوتوماتيك مباشرة، يسجل من يبدأ عندك الصف وتقول له سكتشوال، راح ينشئ لك الصف ويعطيك المعلومات. نلاحظ انشئ الصف، هذا اسم الكترونيك، ومعطيك المنطقة مالتك وش وقت تبدي، وايضا معطيك الاي دي، ومعطيك الاي دي، ومعطيك الرابط، تريد كرابط او تريد كاي دي نفس الشيء. لاحظ هاي الارقام، نفس هاي الارقام، ممكن تنسخها تنطيه. راح نجي احنا عندنا صف انشأناه، حتى ندخل به ندخل على الميتنج. لاحظ الصف هذا اللي هو انشأناه، تريد تبدي هنايا،
طاك الواقع شوف start in 24 minutes، بعد باقي ل 24 دقيقة تستنسخ الرابط مال الدعوة، ممكن تعدل على الصف. لاحظ هاي الرسالة اللي قلت لكم عليها، انه اذا كان اقل او اكثر من 3 اشخاص يعطيك 40 دقيقة. انت هنا اختارت ساعة ونص، راح يعطيك 40 دقيقة فقط اذا كان عندك اكثر من 3 اشخاص، واذا اقل لا يفتح يعطيك هذا الوقت المحدد. ممكن نمسح الصف، وممكن نعرض معلومات الصف بهذا الشكل اذا نحتاجها، واحنا راح نبدي الصف بهذا الشكل. لاحظ ما افتح الفيديو، لاحظ هاي الكاميرا مغلقه. ليش؟ لانه احنا من ضمن خيارات الصف انه اغلقنا بالنسبه للاستاذ، اغلقنا الكاميرا مالته. نجي هنا نتعرف على هذه الشاشه الرئيسيه. لاحظ تسجيل من بدا الصف، بدا يسجل. نوقف التسجيل بالكامل او نوقفه لحظات. ناية تقدر تعرف من دخل وياك بهذا الشكل. لاحظ المايك مالته تشتغل، اكو تسجيل، هاي الاشارة الحمراء، هو الهوست الاستاذ. الكاميرا تلغيها مغلقة او تقدر تفتحها. ناية تدعي تسوي دعوة عن طريق الايميل او عن طريق اتصال. تغلق كل المايكات، تفتح كل المايكات، هاي تسوي دعوة لأشخاص، هذه بالنسبة للصوت، تك نوعية الصوت مالتك، نايا الجهاز اللي استخدمه. احنا اللي يهمنا هو شير سكرين. هنا ايضا عندنا تشات، غرفة تشات. تشات هي بين الأستاذ والطلاب، هاي الشات يفتحها بينك وبين الطلبة. ممكن تقدر ترفع ملف بس انت الاستاذ، او ما حد يقدر يرفع ملف، او اي واحد من الطلاب، او اثنيناتهم سوا. فاحنا نفضل انه فقط الهوست يرفع ملفات. نغلقها، نجي على الشير سكرين وهو المهم. تضغط هنايا راح يصير عندك الشير مالتك. اما الشير سكرين، اما تعرض الشاشه للطلاب، هاي الشاشه، او تستخدم كسبوره، موجوده سبوره هنايا، صار شير للسبوره. لاحظ هنايا تقدر تمسح، هنايا تخلي بعض التأشيرات، خط متعرج، يعني هذا هو حر. هو ممكن تختار لك منطقة معينة وتعدل بها. نعطيك القلم مالتك. هنا ترجع، خطوة أو تتقدم خطوة. هاي قلنا عليه المساحة، هاي يمسح لك الشاشة بالكامل، هذه يحفظ لك الشاشة الوايت بورد. ونطلع من الوايت بورد. ايضا ممكن اذا كان عندك ايباد او ايفون، لاحظ هاي السكرين اللي دخلنا بها. ممكن هذا ايضا خيارات اخرى، ممكن انه تسوي شير لقطعة معينة او لمنطقة معينة، تسوي شير لمنطقة معينة في الشاشة. ممكن ترفق صوت من الحاسوب، وممكن يصير عندك شير بالنسبه لكاميرا اخرى اذا انت مخلي كاميرا بجانبك تقدر تسوي عليها. من هنا ممكن ترفق ملفات من هذه المواقع، وتنهي الميتنج عن طريق هذا. اول مره تغلق التسجيل طبعا، ومن ثم انت تغادر. ممكن انه تغادر القاعه ويظل الطلاب في نقاشات، او تقدر تنهي كل الميتنج. لاحظ هذا التسجيل.